اليوم 9 رمضان 2024 الموافق 19 مارس 2024. 9 رمضان 2024، 9 رمضان 19 مارس 2024. تحية كبيرة جدا جدا لكل الإخوة والأخوات الأفاضل الكارم، تحية لكم، ربنا يديكم الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله من انتصارات لانتصارات، انتصارات متوالية للقوات المسلحة، الانتصارات الحمد لله رب العالمين، بحمد الله وفضل الله، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. قواتكم المسلحة شغالة شغل كبير جدا ومتقدمة ومنتصرة بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب الناس تعمل لنا شير عشان نخش طوالي على الكلام اللي دايرين نقوله، سريع سريع الكلام اللي دايرين نقوله، الناس تعمل شير في كل مكان وتجي. طيب قبل كل شيء حابين من هنا نوجه رسالة كبيرة جدا جدا لسعادته ياسر العطا، العطا لمن عصى، العطا لمن عصى. والله العظيم الليلة يا اخواننا قبل الدخول في الموقف العملياتي، والله الليلة انا اول يوم اقعد كده وعايل لسيادته ده، اقسم بالله العظيم الزول ده جاب من الاخر، والكلام اللي قاله ده والله لو ما راجل ما بيقوله، والله زول لو ما راجل ما لقاشه فعلا، لو ما راجل وما لقاشه، والله سيادته ياسر العطا الكلام ده ما بيتقال عديل. اتحدى اي زول يا اخواننا في البلد دي، والله الكلام اللي قاله ياسر العطا ده والله ما بيتقال، لا في المحيط الاقليمي، لا في اي مكان، لا في دول الجوار، لا في تفاصيل، لا في اي انتين ثلاثه، ما بيتقال عديل الكلام ده ما بيتقال. لكن الليله سعادته ياسر العطا جاب من الاخر عديل كده. انا والله استمعت للكلام ده اقسم بالله، بمجرد ما هنا اقسم بالله لقيت نفسي قاعد ابشر، الله اكبر. والله نحن بعيدا عن اي حاجه ثانيه، بعيدا عن اي شيء، لكن والله صدقوا الجنود وضباط الصف على مستوى المؤسسه العسكريه ان منعرفهم، والغير ما منعرفهم ذاته اللي بنسمع عنهم فقط، لما قالوا الاب الروحي للقوات المسلحه يعتبر ياسر العطا. الكلام ده اخواننا ما نتاج لفرق حقيقه. ياسر العطا راجل ما لقاشه، دي حقيقه الناس لازم تقولها، ما لقاشه رجل، ما لقاشه راجل زي السيف، وكلامه في السهلة، ما عنده دسدسة وما عنده اثنين ثلاثة. بالنسبة للناس اللي بتتكلم في إطار إنه عدم التقدم في محاور، يا أخوانا الجيش ده استراتيجية، القوات المسلحة دي ما بتشتغل بالشغل اللي أنت بتكون داير، ولا أنا داير، ولا الغير وأنا دايره. أخوانا دي مؤسسة عسكرية متكاملة، لها أبجديات، لها برامج، لها سياسات، لها تفاصيل شغالة عليه. حتى نحن فترة من الفترات نحن ما مع عساكر، نحن مدنيين، نحن ما عساكر، لكن الان اصبحنا جيش. هاي في ظل المرحله دي اصبحنا جيش، وعارفين تماما انه اللي بيحصل ده بيجي يوم من الايام. يا اخواننا في طيله الايام المضت طلعنا تكلمنا وانتقدنا وقلنا وفعلنا وتركنا للقياده والتفاصيل واي حاجه، في النهايه يا اخواننا جينا الان عرفنا تماما انه حجم الخسائر اللي خسرتها الميليشيا الجنجويد والقوات المسلحه دي في فتره من الفترات. نحن لما نقول جيش في كل مكان، الناس كلها كانت بتقول لنا يا اخي الجيش وين؟ وينو الجيش؟ في ناس بيقولوا يا اخي الجيش ده الارض دي ابتلعته. لا، الارض ما ابتلعته. قوات المسلحه لانها جهه مؤسسيه خلت الميليشيا بتاعت الجنجويد، تركت لهم الارض على الاطلاق، قالت لهم يا اخي تعالوا خشوا اعملوا سووا افعلوا، تركت لهم الارض. لانه لو استخدمت معاهم الاسلوب بتاع برنامج حرب المدن، لو استخدمت معاهم نفس الاسلوب المنتهكنه، اقسم بالله العظيم لكان ضاع كل السودان ده كان ضاع تماما. لا، عشان كده اخواننا القوات المسلحه ما استخدمت البرنامج رده الفعل، ما قاعد تستخدم عمليه بتاعت رده الفعل، عشان الليله الميليشيا خشت الحته الفلانيه ضربت وسوت، تجي القوات المسلحه تشتغل مع عمليه بتاعت تكتيك او عمليه بتاعت حرب في داخل القرية أو داخل المدينة. لا، ما استخدمت الكلام ده، تركت لها مواقع الأرض. يا أخواننا الليلة نحن لما نسأل نفسنا سؤال، الجنجويد دي كانوا موجودين أو موجودين في اليرموك، عملوا شنو من اليرموك؟ كانوا موجودين في 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 الاستراتيجية، عملوا شنو بالاستراتيجية؟ كانوا موجودين في مطار الخرطوم يوم من الأيام باتجاه معين، عملوا شنو في مطار الخرطوم؟ كانوا موجودين في مواقع كثيرة، الميليشيا عملت شنو في المواقع دي؟ ولا حاجة. لكن تعال أوريك إنه القوات المسلحة في عمليات تكتيكية كانت قاصدة تماما انها تضع الميليشيا في المواقع،
كانت قاصده. وده التكتيك اللي قايب عني انا وقايب عنك انت وقايب عن الجميع. ده التكتيك الماشي به، ده التكتيك الماشي به القايب عني وقايب عن كل الناس اللي بتطلع بتنتقد ساي وبتتكلم. نحن ذاتنا طلعنا انتقدنا يوم من الايام، الليله اللحظه دي بيجوا يفهمونا بيقولوا لنا يا اخي عينوا النتائج على مستوى الميدان، شوفوا النتائج في الميدان يا اخي. انتصار واحد، شوف الكلام ده كيف. ماليشيا دي قالت انها مسيطره على شنو؟ مسيطره على كل ولايات الخط. ده مش كلام قالوا مسيطرين على 95%؟ مش ده كلام الماليشيا قالت كده؟ تعال اوريك حاجه. انتصار واحد للقوات المسلحه، انتصار واحد للقوات المسلحه. شوف الليله الحاصل شنو على مستوى ارض الواقع، شوف الجقلبه بتاعت ماليشيات الجنجويد، شوف اعلامنا المزور ده طلع بيقول شنو، شوف التفاصيل اللي قاعد تحصل دي. فقط دار اديك حاجه، شوف خليك من الانتصارات المتواليه لكل يوم دي. من لحظه الانتصار بتاع الاذاعه تحديدا، الانتصار على مستوى الاذاعه، شوف توجه ماليشيا الجنجويد الان اصبح شنو، شوف التوجه بتاعه. عشان كده اخواننا انا بطمئن الناس انه في تكتيك بتاع قوات مسلحه شغال بتاع المؤسسه العسكريه ده اللي بيغيظ ميليشيات الجنجويد. دوله 56 هاي، دوله 56 الان شغال، ده التكتيك بتاع الان. الليله نقدر نقول انه قواتكم المسلحه حتى الميليشيا بتاعت الجنجويد نفسها، ميليشيا الجنجويد نفسها اخوانا اللايف ده قاعد يقع، ناس تعمل شير. اللايف ده واقع، اللايف ده واقع، اللايف واقع، الناس تعمل شير. ميليشيا الجنجويد الليله اخواننا مجموعه من ميليشيات الجنجويد الليله على مستوى ولايه شمال كردفان في محليه اللهم صل على الحبيب، في محليه النهود الليله في مجموعه من ميليشيات الجنجويد تسلم للقوات المسلحه. كلكم شفتوا الفيديو حتى موجود على مستوى صفحتي، في صفحتي موجود، تسلم للقوات المسلحة وتحلف القسم على أساس أنه هي تشارك مع القوات المسلحة وتصون الآل بلد والعرض والتفاصيل دي. ده نتاج لشنو؟ ده نتاج نحن تكلمنا فوق من بدري أنه يا قوات مسلحة أي عملية بتاعت انتصار على مستوى الأرض هي بتخلق لك الانت دايره، الانت دايره بتخلق لك. الليلة انتصارات القوات المسلحة المتتوالية والمتوالية خلت أنه الميليشيا أخواننا تلجأ لعملية بتاعت فبركة فيديوهات. أنا أول حاجة حتكلم على الموضوع ده عشان نقتل الإشاعات، الإشاعات دي لازم تنتهي يا أخوانا. ماليشيا الجنجويد جايبين لها عملية بتاعت طائرة، طيران، وعندهم طائرة كده قالوا يا أخي الطائرة دي اتضربت في وادي سيدنا وإنهم قدروا يهاجموا وادي سيدنا. أول حاجة يا أخوانا أدار أقول لكم بطريقة واضحة، الفيديو مركب، دي نقطة أولى الناس عرفتها. الحاجة الثانية منطق، بنتكلم منطق، ما بنتكلم لك كلام فارغ، بنتكلم لك منطق، بنوريك وادي سيدنا. وادي سيدنا ده يا اخواننا المساحة بتاعت المصورة للنيل او للبحر دي ما مساحة اي كان بيصور ما بيقدر يطلع يصور النقطة دي. ما في بحر في المنطقة ديك اخواننا، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الناس لازم تعرفها، فرضا وادي سيدنا ده كلكم عارفينه على مستوى منطقة ام درمان. بالناحية لما تقطع تمشي اتجاه البحر وتقطع بالناحية الشرقية للبحر، أولا مناطق بتنزل فوقها اللي هي مناطق ودرملي والمناطق دي من الناحية الثانية. تعال أوريك بالمنطق. الآن أنا بتكلم معاك المنطقة بتاعت ودرملي والمنطقة بتاعت اتجاه أنت ماشي على جيلي، المنطقة دي يا إخواننا فيها تواجد للقوات المسلحة. فيها تواجد للقوات المسلحة. سؤال، قدرت كيف إن الميليشيا تقول انه نحن ضربنا او ضربنا بفيديو مفبرك لوادي السيد؟ ده بالمنطق يا اخوان، ده منطق انه القوات الميليشيا بتاعت الجنجويد ما عندها تواجد في النقطه دي. واسال وانا متكلم معاكم الان حتى على مستوى منطقه ترملي والمناطق اللي هي اتجاه الجيلي دي تحديدا، الان يا اخواننا حصار ثقيل جدا جدا على ميليشيا الجنجويد في منطقه الجيلي بواسطه القوات المسلحه. المنطقة ديك مسيطرة على القوات المسلحة، فكيف بالفهم كده بالعقل كيف ان الميليشيا تقدر انها تضرب وادي سيدنا؟ يا اخواننا الفيديو ده اول حاجة مفبرك، ما عنده اي علاقة مع السودان ولا اثنين ثلاثة، دي حاجة لازم الناس تتأكد منها وتعرفها، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مسألة المسيرات، أنا والله ما خليت حاجة ما تكلمت فوقها، ما خليت حاجة ما تكلمت فوق على مستوى المدخل بتاع غرب السودان.
ما في حاجه كده. حتى طلعنا اتكلمنا على موضوع الجنينه وضرب المخازن بتاعت المسيرات الموجوده والسوريين والمرتزقه والتفاصيل دي كلها طلعنا اتكلمنا عنها. طيب البوابه الغربيه دي يا اخوانا للامانه انا حقول لك وانت خدتها هنا في راسك عشان تعرف المنطقه. شوف ولايه دارفور عموما كده الشريطه يا اخوانا صعب جدا جدا تقدر تقول لي انه منقفله. انا قلت الكلام ده وحعيده تاني، المنطقه دي صعب تقفلها. اذا كان يا اخوانا الليله ولايه دارفور دي تخيل تشاد افريقيا الوسطى عندك بجاي اتجاه جنوب السودان فوق ليبيا دي كم دوله؟ دي 4 دول بتحيط بالمنطقه بتاعت ولايه دارفور دي. عشان تقفل المنطقه دي المسار ده عشان تقفله انه تمنع اي عمليه بتاع الدخول يا اخواننا. الناس تعمل شير شير لايك 3000 ولا قريب 4000 دين. انا داير منكم تعملوا لنا 4-5000 شير سريع. الناس تعمل شير عشان اللايف ما يقع، بس رجاء الناس تعمل شير لايك. اللايك ده اهم حاجه، لايك ثم شير. المنطقه دي يا اخواننا للامانه ما بتتقفل. عشان ما يجيني واحد يقول لي يا اخي الحدود انا اديك البلد دي واسعه، السودان دوره واسع يا اخواننا، ما بتتقفل لاسباب كثيره. من واحده من الاسباب انت بتنظر للدول الاسيا اللي انا تكلمت لك عنها تشاد افريقيا الوسطى، ركز معي، جمهوريه افريقيا الوسطى تشاد، عندك اتجاهات ليبيا المنطقه المسيطر على حفتر، عندك جنوب السودان، دي 4 دول. انت عشان تقول تسيطر على الجزئيه دي يا اخواننا في حال الواحد قدامك بخليك انك انت تقفل الحدود، لكن الحل ده الان ما متاح لنا. الدول المذكوره دي كلها يا اخوان الان بتلقى منها عمليه بتاعت انفتاحه كبيره جدا جدا اتجاه التمرد، داعمين التمرد بمعنى واضح زي ما قال سعادته ياسر العطا. دول اقليميه ودول مجاوره ديل داعمين التمرد للامانه. فانت عشان تقفل لابد من انه مثلا ليبيا حفتر، اذا عندك علاقه جميله جدا مع حفتر الحدود بتقفلها كيف بينك وبين ليبيا؟ ركز معي، لانه في جزئيه الليبيين لما يكون جيش حفتر ده واقف معاك هنا انت بتكون عندك علاقه جميله جدا جدا مع الدوله دي، وبمساعده الدوله انت بتقفل الحدود، لانه استخبارات الدوله نفسها بتكون قادره انها تشو تساعدك. كذلك الموضوع ده على مستوى سنتر افريقيا الوسطى، وكذلك الموضوع ده على جاد. فانت الدول دي كلها يا اخواننا الان عندك معاه نزاعات شد وجذب في نزاعات ثقيله جدا. فطبيعيا ان الدول دي هي الان داعمه للميليشيا، فصعب جدا تقدر تقفل الحدود دي ككل. فبتحصل عمليات بتاع التسلل، اقول لك بتحصل عمليات بتاع التسلل لدخول ميليشيات الجنجبيل. الموضوع المسيرات احنا ما متفاجئين. قصة انه تكون في مسير عند ميليشيا الجنجويد يخدم عندهم مدافع امارات، مدافع بتاع دولة الامارات، مدافع عادي كده بل شفت مدافع ميدي ان يو اي اي مدافع عديل صناعة اماراتية دي عندهم. اتقبضت قبل 3 يوم يا اخواننا في الفاودي كلكم شاهدتوا المدافع الاماراتية قبضوها الشباب دي. خليك منها كويس معاك. فما متفاجئين بقصة المسيرات، اتقبضت مسيرات في جوا المدرعات يوم من الايام، موجود الفيديو والصور كلها تصنيع امارات. فما انا ما متفاجئ بانه تكون في مسيرات من قبل ميليشيا الجنجوي، طالما انه الدول دي كلها زي ما ذكر سعادته ياسر عطا داعمه، ما في تفاجئ. لكن المتفاجئ اللي انه في داخل الخرطوم ومحيط القياده دي الحته اللي بتفاجئك صح؟ انه في داخل الخرطوم في محيط القياده انه نازل عندهم قرفه. وده فبركه بالمناسبه عشان الناس تعرف الكلام ده، برضه دي فبركه. انا تعال اديك الزيت اللي انت لازم تعرف يا اخواننا. النازل عندهم مبرمجين، فاغنر دي شقاله لهم ستيل لحد اللحظه دي، مرتزقه فاغنر شقاله مع ميليشيات الجنجبيل. الكلام ده انا بقوله لك لحد اللحظه اللي بتكلم معاك دي، مرتزقه فاغنر شقالين مع ميليشيات الجنجبيل، والله شقالين معاهم لحد اللحظه دي. وتكلمنا في السابق قلنا لكم ان الطائرات السوخوي، لو بتتذكر يوم من الايام انا طلعت قلت لكم يا اخواننا لما سافر السيد نائب القائد العام ياسر مالك عقار، لما سافر مالك عقار مشى
روسيا هناك وتكلم في تفاصيل كثيرة. نحن ما طلعنا تكلمنا قلنا إنه السفرة بتاعت مالك عقار لروسيا أنتجت عن شنو؟ مالك عقار ده ما لاقى وقابل وزير الخارجية الروسي وقابل جهات كثيرة جدا مالك عقار. لكن النتاج كان شنو؟ النتاج إنه حتى في داخل روسيا في الفترة دي إنه في مرتزقة فاغنر دي الانشقاقات اللي حصلت لفاغنر جزء كبير جدا بقى شغال مع دويلة الشر. للأمانة الكلام ده احنا ما قلنا لكن هسه انا اقوله لكم، شغال كبير جدا مع دويلة الشر في الفترة دي. ده كلام السيد مالك عقار في مقابلته لوزير الخارجية والتفاصيل دي، ده كلامه كان واضح. طيب فاغنر تمت السيطرة عليها جزء كبير منها بواسطة شنو؟ بواسطة الكريمنال الروسي تمت السيطرة عليها. لكن في المرتزقة قاعدين كانوا متواجدين على مستوى النيجر وكانوا متواجدين على مستوى دول كثيرة، ديل تحديدا اللي كانت علاقتهم الوقيتة جدا ما بين ميليشيات الجنجويد الخلق له محمد بازوم بتاع النيجر اللي شالوه. محمد بازوم ده اخواننا كانت المرتزقة بتاعت فاغنر اساسا اكثر اماكن تواجده اللي هو المنطقة حباب علي حمد ستار وحباب كل الناس الموجودة يا اخواننا. الله ينتو على راسنا من فوق حبايبنا اخواننا. دي عمة يا جماعة عشان الناس ما تجيب لي مواضيع سهل، دي عمة يا جماعة. واحد قال لي يا اخي بعدين دار اقول لك حاجة، كدمول ده بالمناسبة هو انا ما دار اتكلم في اطار كدمول ده، لكن الناس تعمل شير تقيل يا اخواننا. والله احنا صفحتنا دي مفتوحة لكل الاخوان وكل الاخوات حباب اي زول، والله عنده والله منرد لاي زول، منتكلم مع اي زول حبابكم، والله اي زول عنده يخش ما في مشكلة حبابكم. فدار أوري الناس يا إخواننا دي عمامة يعني عمة عادية كده بس ما عنده علاقة ما كدمول ولا أي حاجة. وحتى قصة الكدمول دي، كدمول هو ثقافة بتاعت قبائل نحترمها جيدا، ثقافة بتاعت قبائل نحترمها جيدا ونحترمها جدا على مستوى قرب السودان ومستوى الدولة السودانية في مناطق كثيرة الكدمول ده. فهو ما كدمول، هي دي عمامة عادية أنا لابسها، فما عندها اي علاقه مع كدمول ولا اثنين ثلاثه. لكن يعني الكدمول ده ثقافه بتاعت قبائل، وانا القبائل دي بالنسبه لنا على راسنا من فوق ونحترمها جدا ده جانب. طيب قصه محمد بازوم انت في حاجه لازم تعرفها تماما، الناس تعمل شير، الحاجه دي مربوطه ربط كبير جدا ما تفتكر انه حميتي لما مشى نصه ولما مشى دعم هذا المعروف بمحمد بازوم بتاع النيجر، الكلام ده ما يطار لفرق، لانه محمد بازوم ده يا اخواننا من اكثر المناطق، اكثر بني ادم يا اخواننا ساعد ميليشيات الجنجويد بالمناسبه، عشان الناس تعرف الجزئيه دي، اكثر ظل في الدول الاقليميه دي ساعد ميليشيا الجنجويد هو محمد بازوم المخلوع بتاع دوله النيجر ده، اكثر ظل ساعدهم بشنو؟ اول حاجه العلاقه الوقيده جدا، لانه ما كانت في علاقه كبيره جدا بين مرتزقه فاغنر وميليشيا الجنجويد. الخلق العلاقه دي محمد بازوم، الدعم ميليشيا الجنجويد في فتره الحرب بدايه الحرب دي بالمرتزقه من النيجر مرتدي السجون والتفاصيل دي محمد بازوم. فحميتي ما سافر سفرته للنيجر لو بتتذكروه لما نصبوا محمد بازوم ده، لما تم تنصيبه على مستوى قياده الدوله يا اخواننا ما كان نتاج لفراق ولا الدعم، في دعم متبادل. سالت نفسك الدعم كان شنو؟ اللي هو عمليه بتاعت فاغنر تدرب مجموعة من ميليشيات الجنجويد، وفاغنر تشتغل مع الميليشيا بتاعت الجنجويد، حلقة بتاعت ربط كبيرة جدا علاقة كبيرة ما بين فاغنر وما بين الدعم السريع، كان السبب الرئيسي فوقه محمد بازوم. فاغنر نفسها لما ساعدت ميليشيات الجنجويد، أنا تكلمت في الجزئية دي يا إخواننا، الميليشيا دي زي ما قلنا لكم ما بتقدر تنزل حدية من السماء، الناس تعمل شير اللايف ده كله شوية بيمشي بقى، ما بتقدر تنزل حدية، تعرفوا الحدية الصقر من السماء ده ما بتقدر تنزله. طيب الطائرات السودانية السوخويات الوقعت دي هل تم ضربها بواسطة ميليشيا الجنجويد؟ نو. جنجويد ما بيقدروا، لكن تعالى أوريك تكلمنا في إطار إنه فاغنر نفسها هي ساعدت في عملية بتاع التنزيل المرتزقة الروس ديل، الساعد في عمليه بتاعت شنو؟ ضرب الطائرات بتاعت القوات المسلحه. الكلام ده يا اخواننا مربوط ربط كبير جدا ربط كبير جدا ما بين كلام ياسر العطل الليله اليوم ده، عشان انا بدي اكد لك على كلام سعدته ياسر ده، الكلام ده كله حقيقي واقعي، لازم تعرف الجزئيه دي. فهنا انت الكلام كله عموما انه الحدود المنطقه الحدوديه دي صعب عليك انك انت تقدر تسيطر عليها، لانه منفتحه على دول كثيره جدا والدول نفسها بتساعد في التبرع، فصعب عليك الموضوع ده. فعشان تقدر تحاربهم
عشان تقدر تحارب الميليشيا بتاعت الجنجويد لازم تتكلم في منو؟ تتكلم في الابو الشرعي للميليشيات الجنجويد اللي بتمثل في محمد بن زايد اللي تكلم عنه سعادته ياسر العطر. حقيقي الكلام ده، ما هو شوف ده اقول لك حاجه، دي سياسه، دي هنا السياسه. انت عشان توقف الميليشيا بتاعت الجنجويد والمد بتاع الدول الاقليم لابد من انك انت تواجه منه، تواجه الاب الشرعي لميليشيات الجنجويد اللي بتمثل في محمد بن زايد، اللي بتمثل في محمد بن زايد. لذلك الليله الكلام اللي قاله سعادته ياسر ده، قلت لكم سعادته ياسر الليله جاب من الاخر، جاب من الاخر عديل بنيم طق طق خطاه لتخ في راسه، في راسه خطاه له، والكلام ده حقيقي. فعشان كده الرساله بتاعت سعادته ياسر الليله اتكلم في اطار انه محمد بن زايد، والكلام ده كان واقع. دوله الامارات حكومه، انا خلينا ما حكومه الامارات دعمت ميليشيات الجنجويد بالسلاح، دعمت ميليشيات الجنجويد بالمال، وما زالت بتدعم في ميليشيات الجنجويد، وما زالت بتدعم، واشترت فعلا اشترت محاور كثيره جدا جدا محيطه بالدوله السودانيه عشان تدعم ميليشيات الجنجويد. والدليل على الكلام ده، انا امبارح اتكلمت في 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 الرئيس التشادي اللي هو رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد كاكا، الان موجود في الامارات لحد اللحظه اللي انا بتكلم معاكم دي، قاعد والصور عندنا قاعد في الامارات، الان قاعد في الامارات، نفس الشخص ده موجود على دوله الامارات، الناس تعرف المعلومه دي. الحاجه المهمه الثانيه برضو كذلك، حتى على مستوى الاشقاء في دوله جنوب السودان، والتحيه لهم كشعب، شعب الجنوب ده على راسنا من فوق، ونحترمه ونحبه، والله الجنوبيين دي نحن اخواننا وعشنا كل التفاصيل دي. لكن حتى على مستوى دوله الجنوب، محمد بن زايد اشترى ناس في الحكومه بتاعت جنوب السودان بناء على ان دعم ميليشيات الجنجويد. والدليل عشان ما يطلع الحكومه بتاع جنوب السودان ما كلها، لكن التحيه للناس الاشراف في داخل حكومه جنوب السودان اطلعوا قالوا يا اخي اي زول بتقبضه من دوله الجنوب مشارك مع ميليشيات الجنجويد اعدمه، نحن بنحترم الجزئيه دي ونحن ما بنعدم الاسرى، الاسرى ما قاعدين نعدمهم، حنسلمه يوم من الايام، وده ردا على دوله جنوب السودان، حنسلم الاسرى يوم من الايام وان كانوا منهم، ما بنعدم الاسرى على الاطلاق ولا دي اخلاق القوات المسلحه. لكن الكلام ده انا بوجهه لسعاده السلفاكير، وبوجهه لحكومه جنوب السودان في اطار جزئيه مهمه جدا جدا، انه في داخل الحكومه حقتكم في شخصيات برلمانيه وشخصيات قياديه موجوده فوق تم دعمها بواسطه هذا المعروف محمد بن زايد. هذا ما داير الاثنين ثلاثه الكلام ده، وانا افتكر حتى في داخل حكومه الجنوب عارفين تماما انه في زول تم في ناس تم دعمهم. ودار اقول لكم حاجه، الناس اللي تم قبضهم ديل ما جو من تلقى نفسه، ما جو من تلقى نفسه بغض النظر عن ذكر اسم قبيله على مستوى جنوب السودان، كل قبائل جنوب السودان على راسنا من فوق نحترمهم جدا اخواننا، والله ما عندنا فوقهم فرقه. لكن حتى الناس اللي تم قبضهم ديل، والتحقيق جاله في فيديوهات حتطلع، حيطلع حيقول لكم نحن فلاني الفلان الفلاني دخلنا الدولة السودانية مساعدة لميليشيات الجنجويد بناء على توجيه فلان الفلاني اللي هو موجود على رأس الدولة، موجود في رأس الدولة. الكلام ده أنا بقوله لكم والله والله جد موجود في رأس الدولة، ودي كل تحقيقات وتقارير الآن موجودة لدى القوات المسلحة ما دارت تطلعها. القوات المسلحة في حاجات ما دارت تطلعها، لأنه ده ما وقتها يا إخواننا، ده ما وقتها. نحن ما زلنا دولة جنوب السودان أشقانا وأخواننا وتفاصيل، نتمنى إنه تحصل عملية بتاع تراجع كبير من اتخاذ القرارات الطائشة من قبل بعض الناس، وشقالين يحفروا حتى على لسلفاكر نفسه، والله للأمانة يعني حتى لسلفاكر نفسه شقالين يحفروا في الشغل ده. فيبقى أنا بحيي سعادته ياسر على الكلام اللي قاله، حقيقي 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 تحية كبيرة جدا جدا. العطاء لمن عصى، الأب الشرعي لكل الجنود والضباط الموجودين، ده كلام الضباط تحت. فتحية كبيرة جدا جدا لسعادته ياسر العطاء، تحية كبيرة لسعادته ياسر العطاء. الكلام نحن نتمنى حتى السيد القائد العام يكون الكلام بطريقة واضحة، والله 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 والله، ودي رسالتي للسيد القائد العام البرهان، والله يا سيادتك لو الكلام بيبقى بالطريقه الواضحه دي، والله الحرب دي في يومين كلام بس تنتهي، يومين كلام بس يا سيادتك تنتهي. اتمنى انه اي قيادي، اي قائد في القوات المسلحه، قياده القوات المسلحه فوق، كلامك يكون قرقاج زي ما بقولوا، قنقر في الشارع تقولوا الكلام اللي بقول فيه ياسر العطا ده، لانه دي الحقيقه، الحقيقه المره، الحقيقه اللي بيابونا. عشان كده الان شانين عليه حمله، شانين عليه حمله لانه قال الحق، والحملة دي نحن عارفين مصادرها وين، ما هي دولة الشر نفسها
الوجهت انها تدق النشطه وتدق صفحاتنا وتعمل وتفعل يا نفسها الان شالنا عليه حمله حمله كبيره جدا جدا. وانا اقول لكم للمعلوميه اعرف الكلام ده سعدته ياسر العطا قبل الكلام ده طول كلامه الاول في 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 دوله في 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 حكومه الامارات كان تعرض لمحاوله بتاع اغتيال، لكن هو ما الراجل اللي بيطلع بقول لانه هو ذو الراجل ما بيطلع بقول انا تحاولت لانه هو قال حياته فضل الوطن. اقسم بالله العظيم انا في موقف موقف لن انساه، اتقبض اخوه اخوه عشان اوريك انه انا بوريك انا بديك نماذج للكلام الحاصل. اخوه اتقبض اتصل على قال له يا اخي احنا دايرين 200 مليار فيكو. قال له ده ما اخوك دايرين 200 مليار فيكو. تخيلوا الرد قال له عمر يا اخواننا في شنو اكتر من كده. قال له عمر قال له عمر يتفكون كلهم يتخلون كلهم سول الشريحه كده طق طق جدع الشريحه قال عشان ثاني ما يتصلوا عليه. تجي تقول له يا اخي ببيع يبيع شنو يا ياسر؟ ومن الان الليله سعدت ياسر العطا في كل مكان بتلقى اي مكان بتلقى فوقه اي مكان الان فوقه جيش بتلقى فوقه سعدت ياسر العطا قدام اي مدينه اي ولايه سعدت ياسر العطا ما مشى وتكلم مع الجنود وقال لهم وقعد معهم في ارض الله واكل معهم الكويجيره بتاعته. اسالوا الجنود عنه نحن ما اسالوا الضباط والضباط الصف والجنود في المؤسسه العسكريه عن حتى المجاهدين حتى المستنفرين اسالوهم عن ياسر العطا حتى جهاز الاب اسالوه عن ياسر العطا قول لي ياسر العطا اقول لك الكلام انتهى. فلذلك اخواننا الحمله دي موجهه ونحن عارفين دويلة الشرشق قال عمليه بتاع التوجه مع بعض الاعلام السياسي بتاعهم شغالين عمليه بتاع التوجه كبير جدا جدا اتجاه سعادته ياسر العطا. لكن اقول لكم بكل وضوح نحن والله جيش وصدرنا المواقف انه نحن جيش حندعم القوات المسلحة دي لآخر نفس حنقيف معاها قلبا وقالب. هي قالبة أساسا قالب ده ما في قلبا وقالب حنقيف معاها ما عندنا أي استعداد. إن شفت في ظل الفترة دي متكاتفين مع قواتنا المسلحة مع قيادة القوات المسلحة على أساس ننهي حاجة اسمها تمرد. شفت ننهي التمرد ده خلونا كسودانيين نقعد مع بعض نتشاكل ونتضارب ونتسوى. لكن الآن نحن قدامنا معركة كبيرة جدا جدا معركة كبيرة ما بننصرف عنها أي اتجاه تاني. معركتنا الآن اتجاه مليشيا الجنجويد ما حننصرف. وفي ناس كثيرة بتحاول إنه تلمع نفسها وبتحاول إنها تخلق لنفسها مكانة في ظل الظروف دي. والله يا إخواننا أنا أتمنى إنكم تنظروا لحجم الاستبسال وحجم حجم الأشياء اللي بتقدم فيها القوات المسلحة وأبنائكم في داخل القوات المسلحة اتجاه الشوارع. فأنا والله ما من الناس يا إخواننا لأنه شايف لي في تفاصيل كثيرة قاعد تدور في نكرات كتار بيتكلموا عننا وبيحاولوا إنه يضربوا مصداقيتنا. فأنا والله ما فاضي لكم ما فاضي لكم لأنه القضية أسمى مما إنه أنا أتكلم عنكم. القضية أسمى لأنه عندنا إخوان. أنت مجهودك ده بما إنك أنت بتفتكر نفسك داعم للقوات المسلحة مجهودك اللي بتبذله في حمد أبو الذهب ده وأنت عامل نفسك أنت داعم القوات المسلحة أبذلوا قصاد القوات المسلحة أبذلوا قصاده وأدي قواتكم المسلحة حقها. لكن لما تجي تتكلم عني أنا أو عن أي ناشط ودي شغلتك أساسا الشغال عليها فأنت حتستفيد شنو عامل فيها إنك أنت داعم القوات المسلحة. فيبقى يا إخوانا أنا شفت الانصرافيات والمواضيع الانصرافية اللي أساسا ما بتخدم قضيتنا بشيء. والله يا إخوانا أنا ترفع عن ذكر أسماء الناس. وحتى انا قلت الكلام ده لكل النشطاء انه يا اخي تجمعوا لانه القضيه دي قضيه ساميه والناس تقف مع بعض لانه البلد دي محتاجه لنا كلنا مع بعض. ننهي التمرد يا اخواننا وتعالوا نقعد غلطان غلطان في راسك تتقال لك غلطان ارتكبت جرم تتحاسب في عينك. لكن دي ما مرحله انه يا اخواننا انا بنصرف ولا غيري المفروض تنصرف لاي مواضيع جانبيه على اساس انك تخلق لنفسك انتصار شخصي. دي ما ظل المرحله اللي المفروض الانسان يخلق فيها عمليه بتاعه انتصار شخصي لنفسه لانه اخواننا الان بيموتوا على مستوى الشوارع بيستشهدوا قصاد انه نحن نبقى والدوله السودانيه تبقى. ده جانب ومجددا رسالتنا دي اتمناها توصل لسعادته ياسر العطا استمر. والله ده الكلام اللي بيحرق وده الكلام اللي بيجيب الانتصار يا سعادتك. ده الكلام اللي بيجيب الانتصار لانك انت واجهت الشيطان نفسه تحيه كبيره جدا جدا لسعادته. تحية كبيرة جدا من هنا وكل ضباطنا وضباط صفنا وجنودنا في داخل المؤسسة العسكرية ككل تحية كبيرة جدا جدا لكم واستمروا بهذا النسق وأنا متفائلين وإنه النصر قريب. ده بما يخص الموضوع الثاني اللي هو الموقف العمليات. أول حاجة يا إخواننا تحية كبيرة جدا جدا للفرقة 22 بابا نوسة حي الله
حي الله أهلنا في بابا نوسة. حي الله أهلنا في بابا نوسة. طيب أول حاجة أنت أمشي. حي الله أهلنا في بابا نوسة، تحية كبيرة جدا للفرقة 22 بابا نوسة على الثبات الكبير وعلى كل المجهودات وعلى كل جندي ضابط ضابط صف كلكم، والله نحييكم على ثباتكم وعلى بطولتكم وعلى شجاعتكم وعلى وقوفكم الصح في حماية كل الفرقة وحماية كل مدينة بابا نوسة. حياكم الله، تحية كبيرة جدا جدا. نزلنا الفيديو الليلة على مستوى الصفحة لضباط وضباط صف في بابا نوسة، جنود محتفلين بالنصر الكبير للقوات المسلحة ومحتفلين تماما. وروكم قال لكم انه اي كلام بيجي من ميليشيا الجنجويت في محاولة انها تسقط بابا نوسة ما حتسقط الا اخر جندي، لكن ما بتسقط بابا نوسة، فحياهم الله. ففي ناس كثيرة طبعا يا اخواننا شايفها شقالة اتجاهي كلام فارغ في اطار الكلام اللي تكلمنا عنه في بابا نوسة. شوفوا يا ناس، انا والله اي كلام بقوله بقوله من مصدر. وبالنسبة للنكرات وبالنسبة للناس اللي بتحاول توصل رسالة انه يضربوا مصداقيات، ما بتستطيعوا، لانه انتوا اساسا ما بتعرفوا تتكلموا، انتوا اساسا ما بتعرفوا تتكلموا، عشان واحد يطلع يتكلم في اللايف ما بيعرف يتكلم، فبيحاول انه يرتفع عشان يصل للمرحلة. ف نكرة يعني ما حجيب اسمك، ما بجيب اسمك، لكن يعني الناس فاهمة. فانا اقول لك حاجة لازم تخطها في راسك، ما فاضي لك، انا قدامي حرب شغال عليها، فما حنصرف لتفاصيلك. والناس يا اخواننا ما بتحتاجنا تشير الموضوع ده لوزير الدفاع قريبي، بتشرب به والله، بتشرب به سيادته ياسين ابراهيم لو كان قريبي، بتشرب به وزير الدفاع. فالناس ما محتاجين انها تشير الفيديو ده اخواننا وتشيره لسعادته ياسين، لانه سعادته ياسين تلقائيا بكون بشاهد لايفاتنا، يعني سعدت ياسين يعني بنفسه بشاهد لايفاتنا، يعني ما دي حاجه الواحد بيفخر بيها جدا جدا. فما محتاجين نشير تشير الفيديو ده عشان توصلوا، لانه هو اساسا بيتابع صفحتنا وبيعرف تماما التفاصيل اللي بنقول. فبابا نوسة الحاصل فوق يا اخواننا ثبات رجال، ولما طلعت اتكلمت في اطار بابا نوسة حتكلم في اطار اي منطقه، لانه خوفنا على الفرقه وخوفنا على البلد دي ما من زايد على زول، ولا فارضين نفسنا نكون وزير ولا قفير ولا أي كان. معركتنا دي مع الجنجويت تنتهي معركة الجنجويت، الدار يحكم بيجيبوا الصندوق يجي يحكم، والله نشيله على راسنا من فوق وما عندنا مع شغل. لا فارضين نفسنا ولا داري اثنين ثلاثة، لكن صح فعلا في واحد بيقول لك يا أخي لو دار تردم أردم فلان ده عشان تمشي بفوق، فشنو استكين يا اللي بتحاول انك انت تقلل يعني، لأنه قلت لك انت اسمك ده ما بيجي في خشمنا، لأنه بنكون خلقنا لك الدور اللي انت دايره. فالاحقاد اللي قاعد تحصل دي اتمنى انه الناس تتجاوزها، لانه دي ما مرحله بتاعت انه انت يعني بتكون داير لك تحقد على اخوك حتى على او في اللايك يعني. فما تخلونا زي ما بيقولوا نكشح حلل ساي ما في داعي لها، وما ننصرف لتفاصيل جانبيه. فانا افتكر انه الرساله دي واصله تماما، واصله، ما بتحتاج انه يشيروها لوزير الدفاع، لانه وزير الدفاع زي ما قلت لكم هو موجود معنا هنا. حياكم الله، حي الله أهلنا في بابا نوسة جميعا، تحية كبيرة جدا جدا ثبات الفرقة، والحمد لله رب العالمين بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى الفرقة مؤمنة ومحروسة برجحنا. في كلام يا اخواننا طبعا احنا بنقوله هو كلام سياسي، في مال زي الزلر عقله صغير زي النشطة بتاعنا او اللي بقول على شنو الزول اللي اساسا ما بيعرف بيتكلم ده اللي بيطلع بيتكلم كل يوم ده، المهم فما راسه صغير يعني، وكل تفكيره انه هو دار يخلق لنفسه مكانه يعني. سبحان الله انا تكلمت واحد من اخواننا الناس يعني في الارض ديل من الضباط وضباط الصف في الجيش وفي الامن هنا، قال لي يا زول انت في اسماء كده قاعد تورد يا ابو الدا، والله دي ذاتك في الجماعه دي ما موجوده. فشنو استكين يا عمنا، انا ما فاضي لانه ذاته يعني اتكلم عنك، لانه انت بتستحق انه يتكلموا عنك. ف ما دارين نتكلم ونطير الكلام كثيرا عليكم. الموقف العمليات الاتي ثبات كبير جدا لقواتكم المسلحه على مستوى فرقه 22. قوه من ميليشيات الجنجويت تسلم القوات المسلحه على مستوى ولايه شمال كردفان اللي هو في محليه النهود، تحيه كبيره جدا جدا.
قواتكم المسلحة على مستوى ولاية الخرطوم شغالة شغل كبير جدا، حي الله هؤلاء الأبطال في ولاية الخرطوم مثبتين وشغالين شغل بتاع مسيرات وشغل كبير جدا جدا، ونحن والله عاجبنا شغل القوات المسلحة، عاجبنا جدا جدا وداعمينه ومؤازرينه وواقفين معهم لآخر نفس من دون أي حاجة، من دون أي شيء، بس الوطن ده يبقى ده اللي بهمنا، وده الانتصار الكبير جدا جدا. الموقف العمليات على مستوى ولاية الجزيرة كذلك عمليات بتاع عمليات عسكرية كبيرة وعودة تدريجية للشبك السوداني في بعض المناطق اللي هو في جنوب الجزيرة في الحوش اللي هو المنطقة بتاعت واد حسين، ومناطق كثيرة عادت فوق الشبكة بتاع السوداني. حيا الله أهلنا في الجزيرة، تحية كبيرة جدا جدا لهم. ربنا يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم، وابقوا طيبين وحنتقابل، وما تنسوا لايفنا ده شيروا لأنه في معلومات بس دايرين إنها توصل، ولايك له، لكن في المقطع الأخير ما شيروا له وزير الدفاع، لأنه وزير الدفاع أساسا بكون في اللايف بيجي بحصله.